يمشي هيك التلفيل صحيح وكل حد ياخذ حد. ولا صرف صحي ولا اي شيء. هات شوف هنا بقرار التعويضات الرئاسي لميزانيه الدوله. هذين افواخ المانجر افواخ حي الضمان الاجتماعي. نحن زياره ميدانيه لكل كوخ مسجل عندنا واخذين عليه الرقم الوطني. استمر بالمطبخ الشريوني. فنحن نتاكد من وجود العائله وان العائله ليبيه ورقمها الوطني وان العائله موجوده في الكوخ. الانسان كذا كذا ووقع عندك رقمك الوطني. نحن طبعا سكان الاكواخ وبصفه عامه نحكي على سكان الاكواخ بلديه المرجد ساكنين تحت الصفيح ونحن طبعا نعانوا يعني واضح ان نعانوا في تحت الصفيح من سنوات مضت يعني من في اللي 30 سنه في اللي 20 سنه ومع ذلك انتم اللي توصلوا اصواتنا للمسؤول يعني كم حكومه متعاقبه مرت علينا لا استجابه من اي مسؤول كان لذلك احنا في الحاله هذه التجينا الى نوكلوا اصحاب القانون بحيث ان يجلب لنا حقنا وهذا يعتبر رد اعتبار انساني رد اعتبار انساني يعني مش بدل سكن والله هكا تعويض واعطيني سكن لا هذا رد اعتبار انساني طيل سكننا في الاكواق من 20 سنه و 30 سنه و 40 سنه يعني نتمنى رساله للحكومه ان تدعم سكان الاكواخ بالرغم انهم يعني كلفوا محاميه او كلفوا او اتجهوا الى القانون لذلك لازم الوقوف معاهم يعني نحن اخر سبل لنا نحن تبينا نعانوا في الامرين نعانوا في نحن ساكنين تحت الصفيح صيف وشتاء نعانوا في نفس الوقت نعانوا من عدم استجابه المسؤولين لنا. نعانوا من السكن في المرج والصفيح ونشدنا الحكومات السابقة وكل وعود زائفة وتأملنا خير في الأستاذة المحامية زاهية الهواري وتقدمنا بإجراءات قانونية وعلى طريق القانون ونشدوا الحكومة إن تسعى في موضوعنا لأن نحن ساكنين سكنة غير صحية وكيف ما تشوفوا هنا الوضع كل حاجة قدامكم. يعني ممكن ضغط عالي او يلعبوا جنب اطفال والله بالنسبه للاكواخ تعبنا فيه شهاده لله متمرضين وطلق على روسنا والعندم تنقدوا بالشكل هذا ناشد الحكومه ان يديروا لنا حل والله يتعبنا لنا 18 سنه وفي اللي اكثر من 18 سنه هذا سكن عائلة ليبية أكواخ مدينة المرج اللي هو حي الضمان الاجتماعي فرجه الصرف الصحي هذين عائلات ليبية فرجه رسالة عائلة يجلسوا فيها عائلة كاملة شوفوا الزنك سقف الزنك ما فيش أي تهوية حتى شبابيك ما فيش تهوية يعني هذا الوضع الإنساني لمدينة المرج. هنشدوا عليك